السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور سيد العسال، The President of Digital Marketing in Middle East and North Africa. النهاردة الدرس الأول في الفيسبوك أدس، إعلانات الفيسبوك. النهاردة هنبتدي بمقدمة عن إعلانات الفيسبوك وإزاي نبدأ فيها وهل هي مناسبة للبيزنس بتاعنا ولا لأ. اللي ما يعرفش يعني الموضوع الإعلانات ده اللي هو إيه، لما تيجي تشوف في التايم لاين بتاعك في الفيسبوك بيبقى لو بالانجليش هيبقى اسمها سبونسرد، بتلاقي كلمة سبونسرد تحت اسم الصفحة المعلنة، او لو بالعربي هتلاقي مكتوب عليها اعلان ممول او ممولة يعني. فده الاعلان يعني، اي حاجة تشوفها كده اعرف ان الشخص ده مستهدفك انت. انما اللي احنا بنعمله اسمه حملات اعلانية، اللي هي فيسبوك اد كامبينز. سبونسر ده التسمية بتاعت الفيسبوك للاعلان. اوكي، فاحنا النهارده هل الفيسبوك ادز اعلانات الفيسبوك مناسبه للبيزنس بتاعنا؟ كان زمان في حاجات ما تنفعش، في حاجات تنفع دلوقتي لا، اي بيزنس في الدنيا موجوده تقدر تستهدف اللي انت عايزه من على الفيسبوك، لان يعني الناس كلها بقت على الفيسبوك. بس لازم تبقى فاهم حاجه، ان الفيسبوك ده اسمها انترابشن ميديا، يعني زي الراديو كده، زي الراديو، ان انت الشخص ده اصلا داخل على الفيسبوك مش داخل عشان يشوف المنتجات بتاع حضرتك، لا هو داخل يقضي وقت، يكلم اصحابه، يشوف الاخبار كده. فانترابشن ده يعني مقاطعه، يعني انت بتقاطع الكلام ده، بتدخل عليه بالاعلان بتاعك في وسط التايم لاين، يعني الاعلان بتاعك ظهر له. زي بالظبط فكره الراديو، ان انت قاعد بتسمع برنامج او حاجه، تلاقي فجاه قطع فاصل ودخل الاعلان. فلازم تبقى فاهم كويس قوي ان انت بتستهدف اودينس هو اصلا مش بيدور عليك، اسمه كولد ترافيك، لو قلناها في الجوجل ادز لو الناس شافتها يعني. فاحنا هندخل دلوقتي نحاول نعمل حاجه لايف. ازاي احنا عايزين نعمل فيسبوك اد؟ هنبدا ازاي؟ هنروح فين ونيجي منين؟ ايه اول خطوه ممكن نعملها؟ فاول حاجه هنفترض ان ده البرودكت بتاعي اللي انا عايز ابيعه، انا صاحب البيزنس ده، انا عايز ابيع البرودكت ده. البرودكت ده عباره عن تي شيرت ليونيل ميسي، واو انا برشلوني طبعا اللي مش عارف. فهنفترض ان ده التي شيرت ده من موقع اي باي، اديداس اندورسد باي ليو ميسي، اندورسد باي يعني هو اوريدي وافق عليها ميسي ان هي تتباع من اديداس. واي تي شيرت برشلونه ارجنتينا بلاير سوكر تي. قبل ما ادخل بس في تفصيل الاعلان يعني، او ازاي نعمل، قصدي ان احنا نعلن عنها في حته، بس صاحب البرودكت ده لو كان عم غيرها كانت هتفرق معاه كتير. الحته بتاعت سوكر، هو واضح ان هو مستهدف ان هو امريكي يعني، فهو ما يعرف يعني كلمه سوكر معناها فوتبول بالامريكان، ف اللي هي كره القدم يعني. الامريكان غالبا ما بيهتموش بالكوره، الكوره مش لعبه شعبيه عندهم، عندهم البيسبول مثلا هي اللعبه رقم واحد، بعديها الباسكت بول وكده. فانا دلوقتي لو انا بعمل سيرش عن الموضوع ده، لو اعمل بحث عنها، عمري ما هكتب سوكر. فلو كتبت فوتبول تي مثلا غالبا هيطلع لي نتائج تانية غير بتاعته. انما هو لو غير كلمة سوكر دي وكتبها فوتبول، لان اغلبية الجماهير اللي عايزة تي شيرت بتاع ميسي يا اما مشجعين لبرشلونة اسبانيا او في مختلف دول العالم، او مشجعين للارجنتين. في الحالتين دول بالنسبة لهم كلمة كرة قدم يعني فوتبول. فدي حاجة على الماشي كده عشان نبقى ناخد بالنا ان ممكن كلمة واحدة تفرق في مبيعات، ان هي تحقق ضعف المبيعات. مش اي حاجة ينفع نحطها في اي مكان، لازم نبقى فاهمين مين الاودينس، مين المستهدفين بتوعك. فانا دلوقتي عايز اعلن عن المنتج ده، هعمل ايه يعني؟ ايه اللي انا هعمله خطوات واحدة واحدة؟ فاول حاجة هعملها خالص ان هروح على اكونت فيسبوك بتاعي، وهنزل تحت هنا بيقول لي كرييت، فانا اختار كرييت بيج مش كرييت اد خالص دلوقتي، لان لازم عشان اعمل اعلان يكون عندي صفحه، والصفحه دي هي اللي هعلن عن طريقها. انا دلوقتي ادخل هعمل صفحه، انا بقالي فتره ما عملتش صفحات فيسبوك ولا اعلانات فيسبوك، فانا بعمل معاكم الدنيا لايف دلوقتي. هنا كرييت بيج بيقول لك هو انت عايز تعمل صفحه عن بيزنس او براند، ولا هل هو كوميونتي وبابليك او بابليك فيجر، يعني هل هو شخص معروف يعني بابليك، ولا مجتمع ناس هيقعدوا يعملوا تشات مع بعض على الصفحه يعني.
سمعت قبل كده ان الكوميونتي لو اخترت كوميونتي وبعد كده الكوميونتي كبر الفيسبوك ممكن ياخدها منك، ما اعرفش، ما شفتهاش قبل كده بس سمعت انها حصلت يعني. فعموما احنا عايزين نعلن عن بيزنس او براند غالبا، فهنختار الاختيار ده وهنعمل جيت ستارتد. بيج نيم، هنسمي الصفحة اي اسم، فيفضل مثلا هنختار مثلا ليوم ميسي ان اوفيشال، بس عشان ايه ما حدش يقول ان هي اوفيشال فان بيج. كاتيجوري مثلا ايه ايه التصنيف بتاع الصفحة دي، فممكن اكتب فوتبول مثلا، امريكان فوتبول. نو، مفيش فوتبول هنا. ممكن بما ان الفيسبوك امريكان ممكن اجرب سوكر، لا برضو فهيبقى سبورتس بيرسون بقى، دي انسب حاجة دلوقتي. كونتينيو. الاسم موجود already، ف نختار حاجة تانية، ممكن نخش فان كلاب مثلا. النت بطيء تقريبا، واضح تمام. اتقبلت الصفحة، هنا بيقول لي احط بروفايل بيكتشر، طبعا ما فيش انسب من images. انا شخصيا بحب صور مع الارجنتين اكتر. طبعا ده مثال على فكرة يعني، اللي عايز يعمل اي حاجة هيعملها، ما حدش يقول لي عامل لنا مثال عن الكورة ليه. انا حاطط مثال بس عشان اغلبية الناس اللي على الصفحة هتفهمه، عشان يبقى الدنيا سهلة لما تيجي بعد كده عايز تفتكر حاجة، متهيألي هتبقى حاجة سهلة انك تفتكرها. بعد كده اد كفر فوتو، نفس القصة برضو، ممكن نعمل سيرش. المفروض ان الكفر فوتو ده الحجم بتاعها 850 في 315 او اي حجم اكبر، فممكن ده حلو. سيف ايميج، انا عايز اتليست 400 بكسل وايد، انا اعتقد ان هي كانت اكبر من كده يعني، بس ما يعني. طيب اسكيب دلوقتي وخلاص، مش مشكلة، مش هتفرق معانا كتير دلوقتي. بس في ثانية بقت عندنا الصفحة، خلاص دي الصفحة، تقدر تعمل بقى اللي انت عايزه فيها. انت المفروض بتكتب شوية بيانات عن الصفحة، بالذات في الاباوت. لو عايز تغير بقى الكاتيجوري هنا او الاسم لو عايز تغيره، بس بيقول لك استنى شوية على ما نقبله، ما بتاخدش وقت يعني، في خلال دقايق بيكون قبلوها. لو عايز تعمل يوزر نيم للصفحة، ان انت بتعمل اسم للصفحة بحيث لو ايميل او كده. لو انت عايز تعمل الصفحة بتاريخ قديم او تعملها في تاريخ معين، بتختار هنا edit start date. كل ده مش مهم دلوقتي بس نبص عليه بسرعة كده. الانترست اللي هو ايه الاهتمامات، مثلا فوتبول مثلا، ممكن نكتب سكر عشان لو في اي امريكان فانز. سبورتس عموما، كفايه كده دلوقتي. هنا لو هتحط رقم تليفون خاص بالصفحه للناس اللي عندها لوكال بيزنس، طبعا مهم ده. لو عايز حد يتواصل معاك عن الماسنجر عن طريق الموبايل، بتديله اللينك دي، تحط الايميل ادرس بتاعك، الويب سايت بتاعك لو انت عندك موقع طبعا. بس دي حاجات شخصية يعني، فما تفرقش معانا دلوقتي. البرايفسي بوليسي دي على فكرة مهمة جدا للناس اللي بتعلن فعلا عن بيزنس حقيقي،
لان دلوقتي في تدقيقات بره كتير عن الموضوع ده برايفسي بوليس، ان كل الناس وخصوصا بعد الفضايح بتاعت مارك زوكربيرج في الفتره الاخيره والجي دي بي ار اللي اتعملت في بريطانيا والاتحاد الاوروبي، ان لازم يبقى كل واحد عارف بيانات المستخدمين هتتعامل بيها ازاي، هتستخدمها في ايه، لان في ناس للاسف بتاخدها طبعا بتبيعها لناس تانية مقابل مبالغ ضخمه عشان يعرفوا كل واحد الدنيا ماشيه ازاي. فحاول على قد المستطاع تأمن نفسك، لو عملت بحث عن البرايفسي بوليسي هتلاقي فيه حاجات كتير جدا، ويفضل طبعا انت يبقى عندك البرايفسي بوليسي الخاصة بالبيزنس بتاعك، ودي مش نصيحة قانونية، فلو عايز تسأل محامي دي حاجة ترجع لك يعني. فده المختصر، ان ده ان احنا كده خلاص عندنا الصفحة جاهزة ان احنا نعمل اي بوست فيها بسرعه كده. اللي ما يعرفش اصلا قبل كده صفحات فيسبوك، عمره ما عمل صفحه، ده الانبوكس، ده لو انت حد بعت لك رسائل بتظهر فيه. طبعا ما فيش هنا حاجه دلوقتي، لو عايز تدخل على الماسنجر تاني نوتيفيكيشنز، لو حد عمل لايك او كومنت. انسايتس ده بيقول لك اللي هو الديموغرافيكس بتاعت الصفحة، يعني داخل مثلا نسبة كم ميل كم في ميل، السن، تقسيمة السن عندك، كل واحد سنه قد ايه، اللي عمل لايك او اي انجيجمنت للصفحة. لو عايز هنا تعمل باتن زرار، يعني اللي هو لو عايز حاجة معينة، اللي عايز اللي داخل على الصفحة اكشن معين، لان طبعا في ناس مثلا هو كل هدفه من الصفحه ان حد يعمل بوكينج مثلا معاه، ان هو يحجز عنده حاجه، لو هي شركه سياحه او شركه حجز ايا كان، طيران او حاجه، او هو انت عايزه يتواصل معاك عن طريق رسائل، او عايزه توجهه لصفحه تانية او للموقع، فهتقول له learn more about your business، اللي هو يعرف زياده عن البيزنس بتاعك، او لو هو اصلا ده ستور ان انت عايز تبيع حاجات معينه، فانت هتختار shop with you. لو انت اللي عندك ده اب ابلكيشن، هتختار داونلود يور اب اور بلاي يور جيم، حسب بقى انت ايه هدفك من الصفحه دي. فانا شخصيا دلوقتي مش هعمل حاجه، بس ممكن اختار شوب ويز. لو هختار شوب ويز يو، هو هيختار بعد كده لما شوب ناو، يعني هل انا هختار دلوقتي ادخل على الستور بقى، اللينك ده هيدخلني على الستور، ولا هتقول له الاوفرز اللي عندك. بس مش مهم خالص دلوقتي عشان ما نشغلش دماغك. ماشي، ده بيظهر هنا لما تختار حاجة من دول، بتظهر هنا لو يعني معرفش خدتوا بالكم منها ولا لا، يعني لو اخترت شوب ناو بتظهر هنا شوب ناو. بس خلاص كده احنا عندنا الصفحة جاهزة ان احنا نبتدي نعمل فيها بوستس. فانا في الاول مش هعمل اعلان على طول وانا لسه ما الصفحة هتثير الشك في الفيسبوك، وهيبتدوا يدوروا طب ايه الشخص اللي على طول اعلان ده، يعني مفيش بوست في الصفحه. فهنبتدي مثلا نحط بوست من الصفحه على نيوميسي، فممكن نعمله ان هيدخل على يوتيوب مثلا، هجيب فيديو وهحطه في الصفحه مثلا. دي نقطة برضو بسرعة كده، لما أكون عايز أحط بوست كتير على الصفحة، بس أنا مش معقول كل شوية هقعد أدخل عشان أحط بوست. الرينج الحلو يعني إن أنت لا تبقى منك مزودها أوي على الفانز بتوعك، ولا منك منقطع عنهم، إن أنت تعمل 4 بوست في اليوم. فأنا عايز أحط أجهز الـ4 دلوقتي، مش هقعد أدخل كل شوية، أجهزهم وهم يدخلوا في وقت تاني. فأنا كل اللي هعمله بدل ما أعمل بابلش، هقوم جاي على السهم ده الأرو ده، عندي 3 اختيارات، يا يعني اما عندي سكيدجول اللي هو احدد وقت ان انا احط بوست فيه، او باك ديت ان انا بعملها بتاريخ قديم، او سيف درافت لو انا هسيفها دلوقتي وبعد كده بارجع تاني اكمل البوست. فانا ممكن اختار سكيدجول. لو هنختار سكيدجول مثلا، هيقول لك امتى التوقيت، اليوم والساعه اللي انت عايز البوست يبقى اونلاين فيها، يبقى بابليك فيها. التوقيت هنا طبعا كل واحد يخلي باله ان بيبقى حسب التوقيت بتاعه. هناك من انا في القاهره، فالتوقيت UTC اللي هو جرينتش بلس 2.
ده في المعتاد اللي هتعمل السكيدول، هتختار التوقيت وبعدين تعمل السكيدول. انما هنا خلاص هنعمل بابلش دلوقتي. عايزين بوست تاني مثلا، نحاول نشوف اي حاجة كده. كوتس كوتس دي يعني اقوال مقطورة اللي قالها مثلا عايز اي شخص. فهنا احنا الصفحة عن يومي سي، فاحنا هنختار اي حاجة مثلا. مثلا هنا you have to fight to reach your dream، ودي حلوة ليكوا جميعا، انت لازم تحارب عشان توصل لحلمك. الصفحة فيها 2 بوست، ممكن كام بوست كمان بنفس الطريقة. ممكن أي أخبار، نيوز مثلا، أخبار عن، لو كتبت هنا نيوز breaking stories and comments breaking news، دي آخر الأخبار مثلا. إن هو التارجت الجاي بتاعه إن هو يعادل رقم بيليه مثلا 643 جولد. فعادي جدا ان انا اخد اللينك هنا واروح على الصفحة واحط البوست وامسحها عادي هنا، يعني بتبقى شكلها حلو يعني لما تسيب اللينك. وها قدامكم هعملها سكيدجول نهار 17/1، خليها مثلا هنا 18، يعني بعد ساعة من الفيديو ده هتكون موجودة لايف. تمام. بس كده بعد 2 3 بقى تحط كام بوست كده وتبتدي، هتبقى الصفحة جاهزة لأن أنت تعمل إعلانات. طيب أنا أعمل إعلان ليه؟ أنا دلوقتي إحنا قلنا ده البرودكت اللي أنا عايز أعمله، فأنا دلوقتي إحنا هنعمل حاجة سهلة مش هنعقد الدنيا، لأن يعني في طبعا طريقة إن أنت إزاي تخلي الستور بتاعك على الفيسبوك أصلا، بس ده مش سكتنا دلوقتي. لا أنا عايز أعلن إعلان هنا الصفحة دي، فانا هاخد اللينك بتاعي بتاع البيع بتاعي اللي هو الليستنج. بما ان الصوره ما طلعتش فانا هختار الصوره اعمل لها سيف، سيف ايمج. وعمل ابلود للايمج على البوست فظهرت جنب اللينك. تمام. هنا لما البوست هيتعمل طبعا مش اكيد كلكم عارفين، مجرد ما هيدوس على اللينك ده هياخده للصفحه بتاعتي اللي انا عايز اعمل اللي انا ببيع فيها. طيب يفضل طبعا ان انا دلوقتي ما اسيبش الصفحه البوست فاضي، مش مجرد اللينك بس، لان انا ناوي اعمل اعلان فيها. فممكن اقول شويه بيانات عن التي شيرت، ممكن اخد التايتل كوبي لو انا عندي ديسكاونت بقى او حاجة. هنفترض مثلا ان هو سعرها الاصلي 17 مثلا وانا هبيعها دلوقتي بالسعر ده، او عايزين نخليها الضعف مثلا 7 8، الضعف بتاعها 16 يبقى 15 98. نخليها ريتيل برايس أو نورمالي. أنا أعمل هنا أسهل إمكانيات عشان ما نعقدش الدنيا للناس اللي لسه بتبدأ يعني. فيفتي بيرسنت أو بلاش نورمالي، خليها على كده. get it today for 50% discount at 799. طبعا اللي هيعمل اعلان بالعربي اوكي مفيش مشاكل، يعني كل واحد براحته حسب هو بيشتغل بايه. تمام. بس انا دلوقتي البوست دي هي اللي انا عايز اعلنها، فانا هعمل لها بابلش.
فأسهل حاجة في الحياة دلوقتي اللي هنبدأ بيها، مش هنبدأ على طول بالباور اديتور للناس اللي عارفاه والإعلانات المعقدة، لا هنبدأ بحاجة سيمبل خالص اللي هي بوست بوست. الهدف منها دلوقتي ان انا بعمل awareness. awareness ده اللي انا بعرف الناس بالبيزنس بتاعي، بالحاجة اللي انا عايز ابيعها. مش الهدف منها ممكن تبيع ممكن ما تبيعش قوي، بس دي مجرد حاجة كده بنسميها تسخين. انا بسخن، انا مش هعمل حملة إعلانية ضخمة، مش هعمل كامبين كبيرة من اول مرة. ف اللي انا هعمله دلوقتي انا هعمل بوست بوست. انا طبعا ما عملتش لسه، ما دخلتش بيانات بيمنت او الكلام ده لسه، لان لسه الفيزا قدامها فترة على ما تطلع. الهدف من البوستنج بوست ان انا ليه بعمل الموضوع ده لثلاث حاجات. الحاجة الاولى ان انا بعمل تيست ووتر زي ما بنقول، ان احنا عايزين نعرف الاعلان ده لو عملته بقى وكبرته وعملت بادجت كبيرة هل هيجيب نتيجة معايا فعلا ولا ملوش لازمة اوفر فلوسي احسن. ما هو لو هو ما هي نسبة وتناسب، يعني لو انت عملتها وصلتها لألف واحد، الألف دول منهم اتنين اشتروا مثلا، يبقى انت بتتكلم في نسبة ضعيفة جدا. عكس مش لو 20 اشتروا، يبقى انت كده بتتكلم في نسبة conversion عالي، فهتبتدي تعرف او الانجيجمنت حصل قد ايه، الناس تفاعلت مع الاعلان بتاعك قد ايه. فده مجرد ان انت مجرد بس ان انت تيست كده، اختبار. الحاجة التانية ان انت بتعمل تيست للكرييت للصور، بصورة مثلا ممكن تحط صورة تانية، ممكن تغير البيانات بتاعتك، ممكن تكتب بوست مختلفة، تعمل كذا بوست وكل بوست تعمل لها بوستنج. فده بتشوف ايه اكتر حاجة الناس بتستجيب ليها. على سبيل المثال مثلا هنا احد الحاجات المشهورة في الموضوع ده، ان انت عايز تعمل مثال، انت هنا بنقول get it today for 50% discount. طيب هل انا ممكن اغير ده واخلي الاوفر مختلف واخليها باي 1 جيت 1 فري؟ ما هي هتبقى هي بالنسبه للفلوس، بس في ناس هيقول لك لا انا هدفع بقى المبلغ كله واخد اتنين احسن، احسن ما اخد واحده بنص السعر. فانت لازم انت ما تفترضش ان العميل بتاعك او الاودينس اللي انت مستهدفه ان هو هيفكر زي دماغك، كل واحد فينا له تفكير مختلف خالص. فانت لازم كل حاجه تكون بتشوف، تعمل تيست بتشوف الناس عايزه ايه، الناس هتختار ايه، اللي الناس هتستجيب معاه كمل عليه، ابتدي اعلى بيه. طب ايه البادجت اللي عاملها في الموضوع ده؟ يفضل يعني ما تعلاش قوي، يعني ممكن 1 دولار، دولار واحد لمدة 7 ايام. حلو قوي، مناسب قوي، وتشوف النتائج هتطلع معاك ايه وتبتدي على اساسها تاخد قراراتك بعد كده. ظهرت هنا كلمة سبونسر، ده اللي بقول لكم عليها. بصراحة انا مش عارف بوست ناو دي لو او بوست بوست بالعربي بتبقى ايه، فانا مش متأكد يعني، بس هي هتلاقي نفس المنظر كده، بس غالبا ممكن تبقى نفس الكلمة. الحاجة التالتة اللي بنعمل بيها البوستنج بوست دي، ان انا دلوقتي بقى عندي حاجة اسمها سوشيال بروف. السوشيال بروف ده اللي هو الاثبات بتاعك ان في تفاعل من الناس وان الناس حابة الكلام ده، لان اكيد اول ما تعمل اعلان البوست ده الصغير ده هيبتدي ناس تعمل لايك، ناس تعمل كومنت تسأل على حاجة، ناس تعمل شير. فده لما تيجي تعمل بقى الحملة الإعلانية الكبيرة بتاعتك على البوست ده، هتيجي تبتدي الناس لما تدخل، لا البوست مش فاضي، البوست فيه ناس اوريدي عاملة عليه لايك ومتفاعلة معاه، فهيخلي الناس تتشجع. وهو ده من أحد حاجات الانفلونس في الكتاب بتاع روبرت شالديني، لو حد قراه، كتاب حلو جدا طبعا لأي حد شغال في الماركتينج. انفلونس احد الست حاجات بتاعت الانفلونس اللي هم السوشيال بروف، ان الناس بتتفاعل باراء الناس التانية. يعني انت صاحب البيزنس رايك لا يهم شيء اطلاقا، لان طبعا انت واحد بتبيع حاجتك، انما تخيل انا بقى ان واحد صاحبي قال لي لا ده الحاجه دي حلوه، اكيد هسمع كلام صاحبي طبعا. او لو شفت الناس مثلا واقفه ملمومه على حاجه، ما الحاجه دي يبقى اكيد حلوه، ولا الناس ما كانتش هتبقى زحمه عليها كده. فده السوشيال بروف، فده احد الحاجات اللي بنستفيدها لما نعمل الحمله الاعلانيه دي. ايه هو هنا نبتدي واحده واحده، الاوبجكتيف يعني ايه الهدف من الاعلان ده، ايه what results would you like from this post، ايه الاهداف اللي انت عايزها، ايه الجول بتاعك اللي انت عايز تحققه في البوست ده. هنا بتقول get more website visitors، هل انت هدفك ان انت عايز زوار اكتر للموقع بتاعك؟ لو انت مش فاهمها بيقول لك what is this، يعني ايه ده، هيشرح لك يعني. لو انت عايز تغير هتعمل change وتقول مثلا get more engagement، انا في المرحله دي عايز engagement اكتر اللي هو تفاعل من الناس.
حتى انا هشرحها لك. shows this post to people who are likely to react, comment and share. يعني هو الفيسبوك هيشوف مين الناس الاكتر ممكن تتفاعل مع الموضوع ده ويبتدي يوصل لهم الاعلان. ونختار save. people to audience هتختار بعد كده مين الفئة المستهدفة بتاعتك. بشوف بقى مين هنا. انا غالبا طبعا هيبقى استهدافي حسب ايه الحاجة اللي انا ببيعها. في حاجات طبعا في ميلز بس الومن, في حاجات للمن, في حاجات خاصة بالسن, في حاجات جنرال. فطبعا هنا انا مش هختار كايرو خالص, لا. انا طبعا جماهير ميسي في كل العالم, بس هما في مكانين طبعا هيبقوا اشهر من اي حاجة. اول حاجة ارجنتينا مثلا, ارجنتينا ككانتري كدولة, مش هختار مدن معينة. مع كل حاجة بختارها بيظهر لي تحت عدد الناس اللي في الحاجة اللي انا مستهدفها دي. هنا 31 مليون شخص. انا طبعا مش عايز ده كله لان ده كتير, فالاغلبية انا ممكن اختار من, لان طبعا الاهتمامات الكرة اكتر في الرجالة. انخفض العدد ل 15 مليون. طيب السن امتى؟ انا بفضل دايما ان انا لما اكون حاجة فيها دفع فلوس, حد هيدفع حاجة, ان انا بطلع فوق ال 21. لان بعض الدول ما بتسمحش للناس انها تعمل فيزا او انها تتعامل معاملات مالية قبل ال 21 سنة. وطبعا ما فيش العمر ما بيفرقش في الحاجات دي. بس لو ركزنا مع مشجعين الكورة طبعا للناس اللي عارفة, هتلاقي انها توصل لحد ال 50 مثلا. بعد ما كان 31 مليون, لا بقى 11 مليون بس. التيست بقى اللي ممكن نعمله ان احنا في حاجة تانية هنقوم عاملين واحدة تانية بوست تاني وهنستهدف فيها برشلونة. بس ده هنا اختار مدينة برشلونة في اسبانيا. ممكن نختارها دلوقتي, ماشي. وبعدين بس يفضل بعد كده ان انت دايما تختار حاجة واحدة بس لما تكون بتقارن, لان لما تختار اكتر من حاجة مش هتعرف ايه فيهم. ما ممكن عندك مثلا 1000 واحد يشتروا مثلا, ممكن الألف دول كلهم الأرجنتين ويبقى التاني ضيع وقتك وفلوسك على الفاضي. فلازم دايما تعمل حاجة بتستهدف حاجة واحدة بس عشان تعرف هي جابت نتيجة معاك ولا لا. بس هنا الأغراض التعليمية بس هنقولها بسرعة. برشلونة كاتالونيا سبين, تمام. هنا بعد كده بيقول لك ايه الديتيل تارجتينج. انكلود بيبول هو ماتش ات ليست وان اوف ذا فولوينج. يعني الناس دي ايه الانترست, الحاجات بتاعت الناس دي ايه, اللي اختار واحد على الاقل من الحاجات اللي انا هختارها دلوقتي لازم تتوافر في الاشخاص دي. فمثلا هنختار نكتب مثلا اول حاجه هكتبها خالص ليو ميسي, ده اول حاجه. فان كلاب طبعا اكتر حد هيبقى مهتم باللي انا هعمله, ليو ميسي فان كلاب. بس طبعا هنا قال ده تو سبيسيفيك قوي, اللي هو حاجه يعني انت مختار اودينس صغير, العدد وصل ل1000. طبعا اقدر ازود العدد بحاجات تانية. انا هكتب ليونيل ميسي. ارتفع العدد بقى 3,100,000. ده اللي هو مين الناس المهتمة بليونيل ميسي. يعني عامل لايك للصفحة بس هنا كاتب لك الشرح جنبها description, دول مين اللي هم people who have expressed an interest in or like pages related to ليونيل ميسي. يعني دول الناس اللي بينوا اهتمامهم او عملوا لايك للصفحات اللي ليها علاقه بليونيل ميسي. طبعا كده ده الاودينس بتاعي اللي انا عايزه, اللي انا محتاجه. طب انا الاودينس المفروض يبقى حجمه قد ايه؟ يعني ما انا مش عايز اعلى قوي, ما انا لو عملت اودينس 100 مليون لو اخترت مصر كلها برضه لا مش هيجيب نتيجه معايا. فالرينج الوسط قوي لما بنكون تعمل اويرنس ان انت لسه في الاول ما يقلش عن 500,000, ويفضل من 2 ل 3 مليون, ما يعديش كده يعني عشان ما توسعش منك العمليه قوي. هي في حته ادفانسد مش عارف يعني عاليه شويه, بس ممكن نقولها هنا دلوقتي, اما يجي وقتها نبقى نقولها تاني. ان انت عايز تضيق الاودينس ده, عايز تبقى مستهدف قوي حاجه معينه. طب هنا ممكن نار اودينس اللي هو عايز اضيقه زي ما قلت. فهنا هنحط ان انا عايز الناس اللي انترستد في ايباي, فاخترتها. قللتني ان الاودينس بتاعي 320,000 يعني. بس هنا اكتر الناس دي ان هما انترستد ان ايباي, يعني هما مهتمين بايباي, فدي ناس بتشتري اصلا من ايباي, من الموقع اللي انا ببيع البرودكت المنتج بتاعي عليه. فدول طبعا ممكن يبقى مهمين جدا, ممكن يزودوا السيلز المبيعات بتاعتي.
فان انا اعمل 320,000 بس في الحاله دي مش وحشه، ان انا قلت هنا ان انا بضيق الاودينس بتاعي بقلله، فانا ده بيزود السبيسيفيستي ان هما يعني الناس مستهدفين بصوره اكبر. طيب لا، في حاجه تانية ممكن نعملها، مش ان انا اضيقه بقى، لا انا عايز اعمل اكسكلود بيبول، يعني انا اخترت دول بس عايز اشيل منهم مين، الناس اللي مش الاودينس بتاعي، مش عايزهم يبقوا عندي اصلا. فعلى سبيل المثال، في المثال اللي احنا ماشيين عليه، هختار الناس الاكسكلود اللي هم كريستيانو رونالدو فانز، لان في ناس طبعا بيتابعوا المنافس بتاعه وعامل لايك للصفحة، بس هو في الواقع هو مش مهتم اصلا، يعني هو لو قدامه حاجة لميسي هيشتريها، هو بيحب رونالدو فمش هيشتري حاجة لميسي. فهنا لو اخترناها هنا، او بالفعل الاودينس بقى 1,800,000، في ناس بتحب الاتنين برضو، في ناس محايدة يعني، بقى من 3,100,000 ل1,800,000 بس. ففي الحالة دي ده هيبقى احسن ليا، لان شلت كده الناس اللي هي ما بتحب رونالدو، مش هتلزمني في الحالة دي، وسيف كده. انا اخترت الاودينس بتاعي بقى من المكان، البلد بتاعته، السن، ميل، ايه الاهتمام، استبعدت اهتمامات ايه، وهو بيحب ايه كده، ده الاودينس. هنا بيقول لي اوتوماتيك بليسمنتس، يعني تختار الفيسبوك هو اللي يختار تحط الصورة فين، ولا انت عايز تختار. هو هنا بيقول لك ريكومندد، بس مش اي حاجه الفيسبوك او جوجل يقول ريكومندد، اللي هو موصى بيها، يعني بنصحك انت تعملها، ان هو تسمع كلامهم، بالعكس تماما، لان هم هدفهم الرئيسي المكسب، هو همهم ان هم يكسبوا وانت تفرش معاهم حاجه اصلا. فهو ريكومندد دي في اللي يخصهم هم اكتر، احيانا بتبقى مفيده ليك بس مش دايما. ففي الحاله دي وهنا، لان احنا لسه ما نعرفش ايه اللي هنعمله، لسه ده مجرد ان احنا اختبارات زي ما بنقول، ممكن نسيبها اوتوماتيك، بس يعني ما بحبهاش قوي في المعتاد، نادرا ان انا اختار اوتوماتيك في الحاجات دي في بدايه الكامبينز، فانا ممكن اعمل لها اوف واشوف انا عايزها فين. طبعا اساسي ان هي تبقى على الفيسبوك، هل عايزها على الماسنجر ولا لا؟ في الحاله دي لا، هو اوريدي قافلها، لو فتحتها هتظهر، لا الماسنجر هيبقى من ضمن الحاجات، بس طبعا خلينا في الفيسبوك دلوقتي، لان يعني انت عامل بادجت قليله، فانت مش عايز الدنيا تعلى معاك. طب احنا قلنا ان احنا هنعمل ديوريشن، نرجع تاني للبادجت فوق، قلنا ديوريشن هتبقى 7 ايام. ففي الحاله دي هو جايب لي بالجنيه المصري، فالدولار هنقول حوالي 18 في اليوم، هنقول 20 جنيه في اليوم، يعني قريبه من 1 دولار، يبقى في 7 ايام يبقى 140. فهنا قال لي مين الناس، عدد الناس تقريبا، الاستيميتد بيبول ريتش، تقريبا عدد الناس اللي الاعلان بتاعها يوصل لهم قد ايه، من 1200 ل 4800 واحد في اليوم، من اجمالي 1,400,000. طبعا كل ما البادجت هتعلى، يعني لو ضعفنا البادجت مثلا هنا، خلينا 280، العدد هيتضاعف بالتبعية بقى، من 1400 ل 9800، خلينا 140. 7 ايام هنا، عايز تبدأ امتى، او اللي انت هتختار 7 ايام، في الاعلان هيخلص يوم 7/24، للنهار 17، وبيقول لك ان انت هتصرف 20 جنيه كل يوم، وان هيوصل هيشتغل الاعلان ده 7 ايام، وهيقفل يوم 24 يناير. طريقة الدفع بقى، بتحدد العملة بتاعتك حسب الفيزا طبعا، يعني عادي في ناس تدفع بالجنيه المصري مفيش مشكلة، أو بالعملة بتاعت بلدك لو أنت مش مصري، بس شخصيا بفضل إن هي تبقى باليو اس دولارز، لأن ده ساعات بيلغي فروق التحويل، يعني بتقللها شوية لما تبقى بالجنيه المصري. طبعا بيحسبوا الدولار على رقم أعلى من 18 من تجاربي قبل كده يعني، بس سيان مفيش مشكلة، دي مش حاجة مش هتفرق يعني. هنا حاطط لك اوبشن لو انت عايز يجيلك ابديتس في الفيسبوك ماسنجر بتاعك، اللي هو يقول لك يعني نصايح او حاجات، سيبها مش مشكله، مش هتخسر. كل اللي هتعمله بعد كده ان انت هتعمل بوست ناو، في الغالب طبعا هو يقول لي انت لازم تدخل وسيله دفع، فلو فرضنا انا كده هعمل بوست ناو، طلب مني ان ادخل الكريدت كارد بتاعي، ايه وسيلة، وهنا طبعا حسب، لانك في مصر بتختار وسائل الدفع المتاحة لمصر، لو دولة تانية هتختار الدولة المناسبة ليك.
هنا الحتة دي مهمة برضو، اللي يقول لك الفيسبوك ادز اكونت تيرمز ابلاي، اللي هو ايه الشروط او سياسة الاستخدام يعني، فيفضل ان كل واحد يقراها، لان بيبقى فيها حاجات في النص كده لو ما عرفتهاش ممكن تلاقي الاكونت بتاعك اتقفل بعد كده زي ما بيحصل معايا. البيج بال احد الاوبشنز في مصر، بس بصراحة يعني ما بحبذوش ان انت تشتغل باي بال على الفيسبوك ادز، لان من اول ما يتقفل باي بال غالبا مش ما بيفتحلكش غير اكونت واحد، فمجرد ما الفيسبوك قفله لسبب او لاخر خلاص اتوقفت الدنيا. اللي عايز يجرب على مسؤوليته الشخصية، هي في الاخر your business your decision، ده البيزنس بتاعك وده القرار بتاعك انت. احيانا بيبقى في ناس معاهم كوبونز، لو انت معاك كوبون هتقول اه انا عندي كوبون، وهيبتدي يقول لك دخل الكوبون بتاعك. تمام، انا كده خلاص مش هكمل بقى الاعلان لان انا مش هعمله اصلا اكيد يعني، مش الصفحه بتاعتي يعني. بس في الغالب طبعا ما بندخل بينك تعمل كونتينيو، وهيبتدي هو يقول لك ان الاعلان في ريفيو، هم يعملوا ريفيو يراجعوه يشوفوا هو متوافق مع سياساتهم ولا لا. لو متوافق هيقول لك ابروفد، ويبتدي الاعلان يشتغل وانت تتابع النتائج. يفضل انت ما تقعدش تتابع كل شويه، انت خلاص عملت كميه مبلغ قليل سيبه بقى ياخد الاسبوع، لان الفيسبوك بياخد فتره كده اسمها فتره التعليم، في الفترة دي بيبتدي يشوف ايه مين الناس اللي بيجيبوا نتيجة اكتر، فيقوم محول اغلبية الاعلانات او اكترها على الناس دي، فالموضوع بياخد وقت شوية. في قاعدة برضو مهمة بس ممكن نخليها دي لما تيجي نتكلم في الاعلانات بقى، الحملات الكامبينز بتاعت الاعلانات، اللي هي ال 20% رول، ان انت الصور لازم التكست الكلام اللي مكتوب على الصور ما يتجاوزش 20% من حجم الصورة كلها. دي كده بسرعة على المشي المعلومة بتاعت ال 20% دي، بس وقتها هيبقى يجي ان شاء الله لما نشرح في التفاصيل بقى. وبكده لو كانسل الاد خلاص انا مش عايزه كده، يبقى احنا عملنا البوستنج بوست، هنبتدي نستنى اسبوع بعد كده نشوف النتائج بتاعتنا ونشوف ايه اللي محتاجين نعليه. طب هنغير كوبي تانية اللي هو البوست ده، الكتابة التانية لو هنغيرها ايه المناسب، ايه الهدف، لازم تكون دي متوافقة مع الهدف بتاعي. هل انا عايز بس مجرد اللي هو انا فلان الفلاني الصفحة دي بتتكلم عن كذا كذا عايز انشر الصفحة اكتر، ولا انا عايز الناس تبتدي تعرف ان انا بقدم حاجة للبيع، عايز مجرد تيجي ناس كتير زيادة للصفحة. فالكلام اللي هتكتبه او الكوبي اللي بتكتبه له علاقة بإيه اللي أنت مستهدفه من الإعلان ده أو من البوست ده. فبكده خلاص إحنا خلصنا الفيديو الأولاني في الفيسبوك أدز. قبل ما أقفل معلش، من أحد الحاجات برضو اللي مرشح بوصي إنك تعملها في بدايات الصفحة، إن أنت تعمل كامبين لايك للصفحة، بس دي هنقولها إن شاء الله لما نتكلم في الباور إديتور والأد مانجر. بس خليك فاكر ان انت دي من الحاجات اللي هتبقى عايز تعملها في الاوائل، ان انت تعمل حملة الناس تعمل لايكس، انجيجمنت لايكس للصفحة، لان ده بيخلي الناس لما تدخل عندك في اي اعلان انت عامله حتى لو بوستنج بوست بيبص على الصفحة فيها كام لايك. لو الصفحة ما فيهاش لايكس بتبقى شكلها وحش شوية، فبنحاول نزود اللايكس في الاول، حتى لو هنصرف $25 بس كده مجرد لايكس، ان انا عايز اجيب لايكس للصفحة بس، بحيث ان الناس هتدخل بعد كده في لايك لايكس، ناس عامله لايك للصفحه مش صفحه فاضيه يعني. وده طبعا من ضمن السوشيال بروف اللي اتكلمنا عنه من شويه. فهسيبكم دلوقتي، وان شاء الله الفيديو الجاي في الفيسبوك هنبتدي نتكلم عن الاد مانجر، ونبتدي نشوف هنعمل الحملات الاعلانيه بصوره اكبر ازاي.